جلسنا في فناء الدار أحبابا محبين. احتفل مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجالية بشمال بيشة نور تحت رعاية محافظ بيشة الأستاذ محمد بن سعيد بن صبرة تحت شعار ميلاد جديد وطلع نضيد، والتي تم عرض أبرز إنجازات المكتب خلال الفترة الماضية. اللهم لك الحمد والمنة، يعتبر هذا المكتب من المكاتب الرائدة في محافظة بيشة، لم يكن على نطاق المملكة العربية السعودية، وله جهود بارزة في إقامة المحاضرات والمناشط الشبابية والبرامج التأصيلية، والتي من أبرزها شرح كتاب عبنة الأحكام الذي نقطف ثمارة هذه الليلة، أضف إلى ذلك برنامج مسيرة العطاء والتي تستهدف الطلاب الجامعيين، حيث يقدم لهم المكتب برامج مكثفة تكمل مسيرتهم الجامعية وتفتح لهم آفاق في هذه الحياة. أيضا برنامج بصمة شباب والذي يهتم بفئة الشباب والحرص على الاستفادة من أوقات فراغهم ليكون أعضاء فاعلين في مجتمعاتهم. وأيضا هناك القسم النسائي الذي يبذل جهود جبارة في برامج المحاضرات الدعوية وجهود مميزة. ثم بعد ذلك دشن المكتب قافلة نور التقنية، وهي مقطورة مجهزة بأحدث الوسائل الدعوية والتقنية. بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه رأيتم هذا القبول لمشروع المكتب النوعي الذي أعلن هذه الليلة في هذا الحفل، وتقبل الناس لهذه الفكرة نظرا لنوعيتها، فهي فكرة رائدة على مستوى المملكة تهدف إلى جذب الشباب إلى الدعوة بطريقة تقنية، بطريقة يحبها الشباب، طريقة الأجهزة، طريقة الشاشات، طريقة المقاطع الدعوية، طريقة المسرح المتنقل. وهذه فكرة ولله الحمد سعى المكتب لها وصممها وأطلق المبادرة هذه الليلة ووجدت بالله الحمد قبول. قد يولد المرء مرتين، مرة عند بزوغ أول شمس له في الحياة الدنيا، وأخرى عند بزوغ شمس الإسلام، ليحيا بعدها مرتين. كان معكم عبيد البركات لقناة المجد بيشة. وقطف قد دنا ثمرا ترى ما في نواحينا، حديث الدار كالأمطار غيث في نوادينا. جلسنا في فناء الدار أحبابا محبينا.